ايه بقى مقادير الكبده؟ اسياخ الكبده كده هنعملها زي الشيش بالظبط. شيش الكبده معايا نص كيلو من الكبده البقري، كبده بقري متقطعه مكعبات، عايزينها مكعبات ايه يعني حلوه كده عشان تدخل في الاسياخ، تمام؟ وانت تقولي للجزار ويشيل الغلاف الشفاف من على الكبده عشان ما تبقاش مقوسه ولا حاجه واحنا بنسويها، خلوا بالكم من الحكايه دي. معانا بقى طبعا خضار متقطع مكعبات، بصل، طماطم شيري مثلا، معانا كمان زي ما قلت لكم فلفل الوان متقطع مكعبات مع البصل، كاننا هنعمل بالظبط الشيش طاووق بالظبط. كل الخضار المتقطع، وانتوا تقدروا برضو لو عايزين تحطوا مثلا مشروم برضو هيبقى لطيف جدا في الاسياخ مع الكبده. هنحتاج كمان بقى التتبيله، تتبيله الكبده نفسها قبل ما نحطها. كوبايه من ميه البصل. ميه البصل بنعملها ازاي يا جماعه؟ بنجيب بصلايه كبيره او بصلتين كده كبار، بتحطيهم برده في الكبه، تبشريهم بشر ناعم خالص، وتحطي عليهم رشه ملح واركنيهم 3 4 دقائق. البصل هينزل ميته كلها، محتاج مصفى بقى، وتدوسي كده على البصل جوه المصفى هينزل كل الميه بتاعته. احنا هناخد الميه دي للكبده. وتفل البصل ده ممكن نحطه في الكفته، ممكن نحطه في اي اكله، ابقي شيليه في علبه او في كيس في الفريزر لما تحتاجي بصل تطلعي تستخدميه على طول. لكن احنا محتاجين ايه؟ ميه البصل على الكبده، ومعاها ثوم مفروم تقريبا كيلو. الكبده هيحتاج مثلا 6 فصوص من الثوم، لو نص كيلو من الكبده من 3 ل 4 فصوص من الثوم المفروم. هنحتاج معلقتين كبار من الخل الابيض، عصير ليمونتين تمام، معلقه صغيره من الملح والفلفل الاسود طبعا، معلقه صغيره من الكمون، معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، وكمان معلقه صغيره من البابريكا، وثلاث اربع معالق كبار من الزيت وبس. بنحط كل المكونات دي مع بعض ونحط فيهم الكبده، ويا دوب قبل ما تقطعي الفلفل المكعبات والبصل تكون الكبده اخدت وقت حلو في التتبيله، مش اكتر من ربع ساعه 20 دقيقه بالكتير. الكبده حساسه قوي وهتقعد في التتبيله، هتتبلها حلو مش هتحتاج وقت اكتر من كده. ونقوم مجهزين على طول شيش الكبده. احنا دلوقتي هنروح فاصل بسرعه الم اشيائي ونرجع نعمل على طول الكبده في التتبيله ونشويها على الجريل. خليكم معانا بعد الفاصل. يلا نحط الكبده في التتبيله. نزلي لنا المقادير ثانيه يا استاذه سمر لو سمحتي، وبرده هقول لكم ازاي التتبيله. اهو معايا بوله هنا كده حلوه جدا. هنحط بقى ايه؟ هنحط الخل، هنحط ميه البصل تمام، هنحط الثوم المفروم اهو، هنحط الزيت، الكزبرة والكمون والبابريكا، كمون بابريكا، ملح وفلفل وعصير ليمون، ملح اهو، فلفل اسود، ومعانا كمان ايه؟ عصير ليمونتين بس كده. هي دي تتبيلة الكبدة كده اهو، كده اهو. قلب بس كده كويس قوي، وتعالي يا كبدة يا حلوة بقى. انا برضو يا جماعة بحب الكبدة حب، ياه ياه. وبصوا جميلة ازاي ومتقطعة كده مكعبات عشان ينفع تدخل ايه في الاسياخ. ننزلها في التتبيلة كده اهو، زي ما قلت لكم مش هتحتاج تاخد وقت في التتبيلة خالص، ربع ساعة بالكتير علشان تبقى معاكي كده ايه هايله وخطيره. وكميه التتبيله اللي انا قلت عليها دي هتكفي نص كيلو كبده كده اهو. وزي ما اتفقنا معانا بقى خضار، فلفل الوان وبصل اهو، حاجات كلها ايه خطيره كده عشان نحطها في الاسياخ. تعالى يا سيخ يا حلو ناخد ايه بقى؟ اه نعمل تنسيق في الالوان بقى. ناخد الفلفل الاخضر ومعاه البصل الابيض، او ممكن بصل احمر هيبقى حلو قوي. انا بحب البصل الاحمر اكتر من البصل الابيض، مش عارفه ليه. كبده كده، ادي كده الكبده اهي معاهم. معانا بقى فلفل احمر، فلفل اصفر تمام، مثلا واحده طماطم تشيري كده اهو، واحده كبده كمان، ونقفلها ببصل، فلفل اخضر. اوبس ياه ياه، هتروحي فين مني يا فلفل؟ فاكر الفلفل فاكر نفسه هيطلع يجري، معرفش اللي هيحصل فيه دلوقتي. واخر قطعه من الكبده
بس كده، وهقفل عليها برضو ببصل، واحدة فلفل أحمر كده أهو. كبدة ظريفة جدا مع الخضار وطماطم تشيري هايلة. هنعمل ايه بعد كده؟ عندك حل من الاثنين، يا ترصيها في صينية وتدخليها فرن سخن درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص 20 دقيقة وهتلاقي كل حاجة استوت وبقت تحفة، او جريل سخن على النار ومش هنحتاج نحط لها زيت ولا حاجة، التتبيلة كلها زيت ما فيهاش مشكلة، وننزل بيها كده تتشوي بقى. السيخ ده يتشوي بقى كده وبتاع، تلاقي الكبدة استوت والخضار اتشوى كله على النار، انت بقى براحتك تحبي تعمليه على النار تحبي تعمليه في الفرن براحتك خالص. نعمل واحد كمان بسرعة كده. واحنا قدامنا قد ايه يا استاذه سمر؟ حالا حالا دلوقتي يعني ملحقش اعمل سيخ كمان خلاص بقى. ماشي يا استاذه سمر ماشي، عشان احنا ورانا استاذه دعاء. لا عشان استاذه دعاء برضو حبيبتي ما تزعلش الدنيا ما تبصش مننا. بصوا طيب اهو، تفضلوا كده ايه تقلبوا فيه كده واحده واحده، هتلاقوا كل الحاجات استوت والخضار استوى ويبقى خطير. واحنا عاملين كبده طبعا شيش كبده هناك اهو خطير، استاذه سموره هتجيب لكم شكله حلو جدا. وزي ما اتفقنا ينفع في الفرن وينفع على الجريل على النار، في الحالتين هيبقى تحفه وظريف قوي قوي. جربوه بالف هنا وشفا يا جماعه، اكل سهل ولذيذ. الحلقه خلصت للاسف للاسف. عملنا اول وصفه مع بعض فطائر السبانخ باللحمه المفرومه، واستخدمنا الكبه بتاعه ميانتا خليناها عجان وعجننا بيها بسلاح العجن اللي موجود معاها، عجننا بيها عجينه فطاير ملهاش حل، حلوه جدا. وزي ما شفتوا عجنتها حلوه قوي، ما احتجناش ابدا ان انا اعجنها بايدي ولا حاجه، وسبناها تخمر وشكلناها وعملنا لها حشوه حلوه قوي من اللحمه المفرومه وورق السبانخ خطيره. والوصفه الثانيه عملنا شيش الكبده، تتبيله للكبده سهله جدا وحلوه قوي، مع شويه خضار متقطع مكعبات في الاسياخ، ونشويه على الجريل او ندخله الفرن، في الحالتين هيبقى خطير. جربوا الوصفات وبالف هنا وشفا. يا رب تكون الحلقات عجبتكم، وان شاء الله بقى ايه في رمضان بقى ايه محضره لكم حاجات مش قادره اقول لكم، يعني هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله يا حبايبي. بشكركم جدا وكل سنه وانتم طيبين. باي باي.